الدوري السنه دي وسام انت كمان بتأيديني دوري مؤمن زكريا. يعني كلكم ما شاء الله والاحتفاليه اللي جبناها هنا في البيت الكبير ولفتكم حوالين مؤمن والصوره الجميله اللي ظهرت اللي جمعتكم كمان يعني انت كلمني عن اللقطه ديت وشعوركم ايه لمؤمن والدوري ده بتهدوه فعلا لمؤمن اللي يستحق يعني اكتر من كده بكتير وان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه وربنا يرجعه بسلامه طبعا. واحنا كلنا على المستوى الشخصي احنا كلنا بنحبه جدا وبنتمنى انه يبقى موجود في وسطنا تاني يعني. وبقول له ان شاء الله رقم 8 مستنياك عشان هو يعني هو اداها لي قبل ما هو اداني رقم 8. هو اللي اداك رقم 8 ازاي؟ احكي لنا. انا كان حصل مشكله الرقم فانا كنت لابس 3 السنه اللي فاتت ففي خلاف ارقام وبتاع فهو جه قال لي حمدي انت عايز تلبس 8؟ قلت له طيب وانت مؤمن؟ قال لي لا خدها خد 8. فانا بتمنى له. اشمعنى هو جه قال لك كده سالك السؤال ده؟ عشان انا هو حد من الاداريين قال له ده عايز رقم 8 فهو جه بنفسه قال لك انت عايز رقم 8 فانت قلت له انا عن نفسي لا انا ما كنتش اقول له يعني ليه ما كنتش هتقول له تتحرج يعني؟ مش احراج يعني كابتن زمون زكريا وكان موجود برضه مش هقول ان انا عايز البس رقم 8 فالموضوع يبقى صعب شويه. فهو جه يعني رفع الحرج عنك زي ما بيقولوا وجه قال لك انت كنت عايز رقم 8 خد رقم اهو. بالظبط. انت بتقول ان شاء الله يرجع بالسلامه. ان شاء الله يرجع بالسلامه وان شاء الله رقم 8 مستنيه. ونهدي له كلنا طبعا بنهدي المؤمن طبعا وندعي له كلنا والدوري باسم مؤمن زكريا وان شاء الله ربنا يرجعه بالف سلامه الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كنا